Mana mana. Back to school. رح نرجع عند شيف فيصل ونشوف اخر الطبخات او اخر التحضيرات وين صار فيهم مع رشة ملح. مشاهدينا، من بعد ما حضرنا حشوة الكراميل للإكلير، هلأ رح نحضر حشوة الفانيل والشوكولا. الحشوة كمان قريبة من حشوة الكراميل اللي حضرناها من شوي. شوفوا كيف طلعت، ما فرجيت عليها لرولا لأنه بتعرفوا لازم يضل شوي كرمال، نفرجيكم اياهم كيف راح نحشيهم بالإكليرز. تنبلش بالوصفة، عندنا كمان نفس الوصفة ما رح نعقدها عليكم. 500 ملي من الحليب موجودين هون، لازم نغليهم على النار. بينما يغلي الحليب، عندنا بالوصفة 4 عدد صفار بيض، 4، يعني إذا عندنا لتر نستعمل 8 صفار بيض. هالمرة رح نحط سكر 100، مع الكراميل نحن حطينا 220 مثل ما شفتوا كرملناهم، وأضفنا الحليب السخن عملية الديجليز ورجعنا غليناهم، وكان عندي هون 4 صفار مع 45 جرام من الكاسترد باودر، ضربناهم مع بعضهم. ومن بعد ما اغلى الحليب والكراميل ضفناهم فوق الصفار والكاسترد باودر ورجعناهم على النار، غليناهم، شدوا اغلوا، بعدين ضفنا لهم 50 جرام زبده. وهي الوصفه نفس الشيء تقريبا، ولكن عندي الشوكليت راح اقسمها اسمين، يعني عندي 120 جرام من الشوكولا الاسود مثل ما شايفين دارك شوكليت 70%، راح نحطه مع نص الكميه، يعني بصير عندي نص فانيلا والنص الثاني راح يكون الشوكليت. وطبعا هو سخن المزيج، بنضيفه فوق شوكولا وبنحركه كرمال يدوب. سكر 100 جرام من السكر، طبعا بنحرك او فينا نستعمل المكنه. عندي على النار قلنا مثل ما شايفين هون، راح اضيف ال 45 جرام من الكاسترد باودر تدريجيا بهالطريقه مثل ما شايفين. نكون هون عم نحضر 3 حشوات للكراميل، طبعا راح اضيف الفانيلا واكمل الوصفه مثل ما شرحت لكم. وإذا كان معنا وقت بنهاية الحلقة أو آخر فقرة رح نشرح تفاصيل بالضبط إذا خلتنا رولا. رولا إلك. إذا خليتك؟ ليه حسيت إنه ما بعرف شو رح يصير، يعني ما بعدين رح يبقى تروح كل شيء لوقته، كل شيء لوقته، ما خلينا نشوف. مفاجأة. مفاجأة. على كل حال بنرجع لعندك اكيد شيف بعد شوي، اما هلا وصلنا لجائزه بانك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي بمعرض بيروت للفن مع ضيوفنا الموجودين معنا بالاستوديو. اهلا وسهلا فيكم. معنا ندى الطويل، حضرتك مديره مديريه الاعلام بمجموعه بانك بيبلوس، وكمان معنا غالب كبابي الفايز بجائزه بانك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي. اهلا وسهلا فيكم. قبل كل شيء نعرف شو هو هذا الحدث او كيف تم التنظيم، شو هو يعني جائزة بانك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي. اوكي، اول شيء بانك بيبلوس كثير 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 بيهتم باللبنانيه وبالابداع اللبناني. من هيدا المنطلق، منطلق الابداع اللبناني، حبينا نعمل جائزة ونقينا التصوير. هلا بعدين بخبرك ليش التصوير، لانه حسينا انه لقينا الناس اللي رح نقدر ننظم معهم شيء على مستوى عالمي، شيء كثير مهم بمقاييس عالميه تقدر تنفع المواهب اللبنانيه اللي عنا اياها اليوم. حلو. ليش التصوير؟ لانه اليوم التصوير صار لغه تواصل سهله ومفهومه من الجميع، وبتقرب الناس لبعضها، وهيدا اهم شيء بجائزه بانك بيبلوس للتصوير الفوتوغرافي، انه نقدر نبرز الابداع اللبناني ونقرب اللبنانيه على بعضهم، يعني ما في مثل الثقافه تبين هالشيء. اكيد. طيب اكيد في مشتركين كتار، ولكن كيف وصلتوا لهم او كيف هن وصلوا لكم؟ نحن بنعمل دعوه
اوكي بلشنا من سنتين هيدي الجائزة، بنعمل دعوة بالجامعات بالمدارس بالمجالات الفنية، وهيدي الدعوة بيروح الشخص بيقدر يعبي طلب الاستمارة على الإلكترونية وبيشترك بيقدم خمس صور وبيشترك. هلا بعدين في لجنة بتغربل هيدول وبتشوف مين مؤهل يكون مزبوط مشترك بهالجائزة. هالسنة كان عندنا 26 مؤهل، حلو، اتنقى منهم 10 انعرضوا بمعرض بيروت للفنون، وهو معرض نعرف نحن هذا اهم معرض بلبنان بيصير بهالمنطلق. السنه اجى عليه اكثر من 18000 نسمه. واو 18000 شخص، هاي شيء بكبر القلب، شيء كثير كبير يعني للفن. ومن هيدول العشره بعدين بيتم الاختيار لشخص واحد، اكيد في لجنه تحكيم فرنسويه ولبنانيه وناس يعني شغلتهم هيدا الشغل، يعني والاخر شيء بيصب الاختيار كله على غالب. اهلا وسهلا فيك غالب. غالب بدك تخبرنا عن هالمشاركه وقد ايه كانت مهمه بالنسبه لك وليه اختاروك برايك؟ بعتقد هذا السؤال لازم ينسال للجنه يعني. كيف صارت مشاركتي؟ هاي تاني سنة أنا بشارك بالبيبلوس بانك أورد. هذيك السنة ما إذا فينا نقول ما توفقت، ما حلفك الحظ. مزبوط، وهالسنة بعد. حلو، أوكي. أنت من الأساس هاوي أو يعني ممتهنة؟ يعني بتحب التصوير من زمان أم عن جديد؟ لا أنا هاوي، اليوم ماني مصور محترف. هلا ما بحب كمان كلمة هواية، عادة كلمة هواية بتذكرني بال مسابقات ملكات جمال، بس يسألون شو هوايتك، السباحة أو المطالعة. بحب فكر أنه هي أكثر من هواية إلي. حلو، شو كان موضوع التصوير الفوتوغرافي اللي قمت فيه؟ نحن ما كان عندنا موضوع لازم نقدم، يعني ما كانوا جايبينكم بتام معين لحتى تلحقوا، كان الخيار بيرجع لألكم؟ مزبوط. أوكي، فعرضت صور من موضوعين، منهم لوحات طبيعية landscapes، ومنهم مشاهد الحياة اليومية ببراغ. حلو. ندى، مين كان بالجوري؟ يعني مين الأشخاص اللي كانوا هن عم يحكموا على التصوير؟ مثل ما قلت الجوري السنة كانوا ناس عندهم خبرة، رح أعطي أساميهم. في رونو بيرغونزو اللي هو مدير غاليري أك دو بفرنسا، وهي غاليري مخصصة بتشجيع المواهب وببيع الفن الفوتوغرافي اوكي عالمية. في فرانسوا شوفال اللي هو ديريكتور مدير نيسيفور نيسابس المتحف بفرنسا كمان. حلو. ونحن بنعرف انه هو من اول هيدا المتحف، من اول متاحف الفوتو بالعالم. باتريك كودوميه من اجنس فيو كمان مخصصة بالتصوير. عنا باتريك باز كمان اللي هو مدير AFP للشرق الأوسط اللي هو لبناني فرنسي. وعنا مسيو جيلبر حاج كمان هو استاذ بالألبا بجامعة البلامان بعلم هالمهنة هاي. فإذا أسماء كبيرة. أسماء كبيرة واشتغلوا كتير وكانت السنة لاحظنا، هاي تاني سنة مثل ما قلنا عم نعملها، السنة لاحظنا أنه عم بيكون الإقبال على مستوى أعلى من هديك السنة، وكان كتير صعب التنقية لأنه بالنتيجة عم تطلبي من الفنان، رح سميه فنان مش المصور، يقدم خمس صور أنتري ليب، يعني ما في مثل ما كان عم بيقول هلأ غالب ما في ولا تام ولا شيء، ويقدر بعدين ينقي منهم صورة واحدة بدها تنعرض بالمعرض. هذا كتير صعب، كتير صعب أكيد. نحن عم ناخد صور بالتليفون مرات ما بنعرف أيها نحطها. مزبوط. فكانت كتير صعبة. هلأ عم تمرق صورة غالب، هيدي الصورة اللي ربحت واللي انعرضت. حلو. وهلأ يمكن غالب بخبركم عنها كيف أخدها. خبرنا غالب. هاي الصورة أخدتها بمنطقة حد محطة المترو ببراغ، وكنت أنا عم بشتغل على مشروع كان بدي فرجي فيه العلاقة بين المدينة والعالم والبيئة، هالبيئة اللي عايشين فيها حد محطات المترو. وهالصورة أخذتها بشكل عفوي، يعني كان هذا ما كنت الشاب مخطط لا كان عم يركض، بقى جربت أركض أسرع منه ليطلع الباك جراوند اللي شايفينه ورا، والهيئة مشي الحال بهالصورة لأنه مشي الحال وكتر، مش بس مشي الحال. غالب شو بيعني لك التصوير؟ التصوير يعني أنا بجرب
خبر قصة من خلال التصوير، وإذا المشاهد اللي عم يتفرج على الصورة كمان عنده قصة له يعني غير عن أنا القصة اللي كمد خبره إياها، كمان بحس إنه بكون نجحت فيها يعني. حلو، هي لحظة واحد بحب يمكن يحتفظ فيها ويخبيها عنده. ندى، كان في عندكم شروط لحتى تستقبلوا أو يعني تقبلوا الطلبات؟ شروط هي المقاييس التقنية، أول شيء أنه يكون بتقنية معينة اللي هي تقنية التصوير المعترف فيها، وهون كان الكريتير كتير قوية يعني، كان مش حي الله. بس كمان الشرط أنه يقدر واحد مثل ما عم بقول غالب يوصل قصة اوكي، لانه اهم شيء بالصوره، صوره بتجسد لحظه مثل ما عم بتقولي رولا، بقى هيدي اللحظه بدها تكون بتعني. اليوم انا ما كنت كثير بفهم بالتصوير الفوتوغرافي، بس اللي تعلمته بهالتجربه اذا بدك انه انت وانا اليوم فينا ناخذ تليفون وناخذ صوره ويمكن تطلع كثير حلوه، بس وقتها غالب ياخذ صوره بتليفون ودغري بيبين الفرق. صحيح، اكيد، لانه عنده عينه غير عيننا، يعني النظر اللي هو بيقشع فيها الصورة بتفرق. في عنا صورة عم تقطع كمان على الشاشة بدنا تعلق لنا عليها. في علي عليها بس هي مش صورتي، ف تعطينا رأيك فيها. حلوة. علي عليها، تفضل. بدي علي عليها انه الحلو بهالصورة الجو، بعتقد لي انخلق من وراء الصورة، ما بعرف مين اخذها، البنت لا، جاك بارتا بيديون. هيدي صورة جاك بارتابيديان. إذا بتسمحي رولا، معقول بدي أقول أسامي العشرة اللي تنقوا وحطوا صورهم اللي كنا عم نشوفهم هلا شوي شوي. أوكي، تفضلي. أكيد عنا غالب، في جورج داو، عليا حجو، لينا حسون، سمر حوا، ريشار سمور، شربل صوايا، لارا تابت، شربل تربي، وجاك فرتابيديان. هيدي صورة ريشار سمور كنا عم نشوفها هلا. حلو. ندى، كان هيدا إذا بدنا نقول الحدث كان كمان السنة الماضية، وهيدي للسنة الثانية على التوالي عم تقوموا فيه. شو الفرق بين هالسنة والسنة الماضية؟ أكثر شيء شفنا الفرق بالإبداع. مستوى الناس اللي اشتركوا معنا ونقيناهم، واكيد غالب مثل ما قال لك اشترك هذيك السنه. نعم. بس بين هذيك السنه وهالسنه غالب هو عمل باركور، كيف بيقولوا، عمل مشوار كبير وبينت النتيجه كثير. كان الفرق بحب انه يخبر عنا كمان، لانه وبعتقد الفرق كان انه انا بين السنه الماضيه وهالسنه بس شاركت درست تصوير. درستها هلا، فصرت حاضر لأكثر. كنت حاسس انه عايز كمان خطوه لعلي مستوى التصوير عندي، ومشان هيك درست وشاركت عن جديد. حلو، بركي كمان يمكن يكون اختيار الصوره بركي السنه الماضيه كانت بتختلف عن هيدي السنه. كمان معقول يعني. معقول. غالب اذا كمان تفكر ترجع السنه الماضيه تشترك بالمسابقه؟ السنة الجاية بالجايزة؟ لا، ما بعتقد رح أعملها. يعني خلاص، أكيد هذه خطوة مهمة، ولازم كمان يعني بعد في عندي السنة الجاية ومع البرنامج التوجيهي اللي رح أعمله مع فريق البيبلوس. نحن عرفنا أنه بتكفوا كمان بمتابعة الفائز بالجايزة. أول شيء لازم يخلي محل غيره، مش هيك؟ شبان. لانه مثل ما قلت لك عندنا مبدعين كثير بلبنان حابين نسلط الضوء عليهم. لا، اجمالا البروجرام، المشروع اللي نحن عاملينه، الجائزه هي انه بنعمل مواكبه للفنان اللي ربح، وحتى يقدر ينتج معرض. والبنك بيبلوس بيتكفل بكل مصاريف هيدا المعرض وبالدعاوي كل الاعلانات عنه حتى يصير معروف، ومن هون ببلش انطلاقته الفنيه. بعدين نحن بنشتغل مع ناس ثانيين نقدر نوجههم. على كل حال انا بدي اقول لك جود لك والف مبروك كتير على الجائزه، ويعطيكم الف عافيه على الافكار الكثير حلوه وعلى الدعم اللي عم تقدموه لكل الموهوبين بهذا البلد. شكرا. انا بدي اتشكركم عن جديد. رح نتوقف مع فاصل اعلاني، ومن بعدها بنكون مع جان بجيل توب، وما تروحوا لبعيد. منا 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 منا
Na 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 na